بعد طول انتظار اخيرا فرح اشرف ومريم واللي كل الناس مستنياه بفارغ الصبر بعد خطوبة دامت لاكتر من سنة وكتب كتاب دام لاكتر من 6 شهور. خلاص جه اليوم المنتظر واشرف رضا ومريم النهاردة بيحتفلوا بحفل زفافهم، ودي اول اطلالة ليهم بالبدلة والفستان من داخل القاعة واللي شكلها حلو جدا وعجبت ناس كتير. ومن المتوقع حضور نجوم ومشاهير كتير لحفل زفاف اشرف ومريم، من ضمنهم عيلة حوارات وعمر شاور زي ما حضروا له برضه كتب الكتاب، وزي ما اشرف رضا بيروح لهم جميع مناسباتهم. وخلاص بدأ العد التنازلي لحفل زفاف اشرف ومريم، وكلها ساعات وهيشوا اكتر يوم كانوا مستنيينه بفارغ الصبر، والاتنين يعتبر اكتر كابلز على السوشيال ميديا تعبوا في تجهيز شقتهم وحفل زفافهم، وكل جمهور واحد بينهم كانوا متابعين هما بيطلعوا سلم درجة درجة لحد ما ربنا حقق حلمهم ووصلوا للي كانوا بيتمنوه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.